الخطوة المفاجئة التي اعتبرها المراقبون، وهي أن يعني شروع إيران بإجلاء قادتها العسكريين وموظفيها من سوريا يوم أمس، فكيف تعقبون على ذلك؟ نعم، لا شك أن هنالك منعطفات استراتيجية حصلت في الثورة السورية في الآونة الأخيرة، لا سيما ونحن نتحدث عن أن هنالك متغير أمريكي طارئ على الساحة السورية، لا سيما بقيادة العزم الصلب والتي من شأنها قد تحد من المشروع الإيراني وبشكل كبير، لا سيما بعد توجيه مجموعة من الضربات في محيط مدينة البوكمال وصولا إلى مدينة دير الزور ومنها إلى تدمر. نتحدث عن استخدام طائرات قاذفات استراتيجية من طراز B-52H والتي ستشارك في تلك العمليات العسكرية، وفق قراءتي ومتابعتي والإعلان الأمريكي للقيادة المركزية الأمريكية يأتي في هذا السياق، وبناء عليه تلقفتها طهران وبشكل مباشر وقامت بإجلاء قادتها. وأعتقد بأن الغالبية العظمى من هؤلاء القادة هم متواجدون في محيط مطار دير الزور وباتجاه العاصمة السورية دمشق، ولكن لماذا لم يكن الانسحاب عبر سوريا عبر العراق؟ انا اعتقد بان هنالك مخاوف كبيره، ربما قد يعني تحصل هنالك مفاجآت على الحدود السوريه العراقيه، لا سيما وان هنالك قوات سوريا الديمقراطيه قد مسكت تلك الحدود، فهنالك خشيه من ان يتم اعتقالهم، فبالتالي تم تشكيل جسر جوي. وطبيعه تلك الطائرات لو اجرينا رصدا لتحركات تلك الطائرات نلاحظ انه عند الانطلاق لا تحدد الوجهه التي ستذهب اليها تلك الطائرات، وهنا اتحدث عن الطائرات المدنيه عبر برامج المتابعه، نؤكد على ان هنالك جسرا جويا قد تم انشاؤه ما بين دمشق وباقي المحور، وذلك من اجل المحور الايراني، وذلك من اجل نقل هؤلاء المقاتلين الى العمق الايراني، ويعتبر هذا المتغير سيبنى عليه ما بعده. والتحركات الاخيره التي ابدتها فصائل الثوره السوريه لا سيما وان هنالك محاولات كبيره تجري اليوم من اجل استعاده محافظه حمص، وذلك بعد احتلالها من قبل المحور ايران، تحديدا نتحدث عن حزب الله الذي يحتل مدينه القصير منذ العام 2013، يعني بمعنى اخر 11 عاما هنالك الكثير من المدن الحدوديه ما في محافظه حمص يسيطر عليها حزب الله اللبناني. وبناء على ذلك انا اعتقد بان الهدف الاستراتيجي للثوره السوريه هو قطع الطريق الدولي الرابط ما بين كل من دمشق او الوسط السوري باتجاه الساحل السوري، هذا هو الهدف الاستراتيجي، وذلك لخنق النظام لمنعه من الكسب او كسب مزيد من الوقت، وذلك للمناوره. نلاحظ حاله الانهيارات كبيره داخل صفوف النظام السوري على اعلى المستويات، وفي بعض الاحيان تصلنا بعض الانباء غير المؤكده والتي تشير الى حاله من الاشتباك البيني داخل القصر الجمهوري، وبناء عليها انا اعتقد المرحله القادمه سنشهد سلسله من الانهيارات تبدا بالمساله السياسيه وتنتقل منها الى العسكريه، وستكون سريعه جدا نظرا لحجم الانكسارات التي يتكبدها النظام السوري والمحور الايراني بمكوناته المختلفه.